عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. خطوة تانية وإحنا بنناقش وبنسمع وبناخد وندي في حقيقة ما نؤمن به، حقيقة العالم اللي بنعيش فيه، حقيقة الأشياء اللي خدناها مرات كتيرة مسلم بيها وعشناها مش بحسب التخطيط الإلهي ليها، لكن بحسب فهمنا البشري والمجتمع اللي إحنا بنعيش وسطيه. في هذه المدرسة دعوة أن أعرف الحق، أن أقتنع بالحق، والأهم أن أعيش الحق. ولما بعيش الحاجة بعيشها جوايا الأول، إذا ما عشتش جوايا مش حاضر أعيشها برايا، إذا ما عشتش في أعماقي وبقى دي ما أؤمن بي ما أحبه مش هقدر أنفذه أبدا. مرات كتير برا في عيون حضراتكم نظرات كده، يعني أقنعتني يا أسيس بس أنا مش موافق، يعني بس مش موافق، أنا خايف أوافق على اللي أنت بتقول عليه ده مع أنه مقنع. خلي بالكم، الدعوة بتاعتنا ديت هي دعوة أن نعيش، أن نختبر قوة الحق في حياتنا. في رحلتنا ديت عبر المدرسة اتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا مهمة جدا، عن الله وعن الإنسان وعن الفداء وعن الروح القدس وعن قوة الصليب وعن ممارسة المبادئ الأساسية وعن ممارسة العلاقة الشخصية مع ربنا، عن شفاء النفس من الجراح، وعن الكنيسة وقيمتها ومكانتها وأهميتها ودعوة الله لينا أن نكون جزء من هذا الجسد الحي، جسد المسيح على الأرض. وبعدين بنتكلم في الجزء ده عن ما نسميه الصراع الروحي، إبليس، العالم الذي نعيش فيه. مش العالم يعني البشر، لكن العالم يعني القيم والمبادئ والأشياء، ودي الخناقة بتاعتنا الوقت دوت. المال، الطموح، الطمع، ده اللي بنصارع معاه. الفقر ولا الغنى، ده اللي احنا بنصارع معاه. أتفسح بمية جنيه ولا أتفسح باتنين جنيه؟ مش عارف في فسحة باتنين جنيه دلوقتي ولا لا، ما افتكرش، ما فيش، خلاص الترمس غلي. ها الترمس غلي، خلاص ترمس وكونيش برضو يجي 2 جنيه، ما يجيش متهيئ، المواصلات هتبقى اكتر من 2 جنيه. ده الصراع اللي احنا عايشين فيه. اللي بنتكلم عنه هنا هو المبادئ. المبادئ، الحق، قلبي، التوجه بتاعي. مش عايزين ابليس يضحك علينا، ابليس ضحك علينا، إبليس أقنعنا بحاجات كتيرة، شربنا من هذا العالم ما يتناقض مع روح الملكوت، فكر الملكوت، حياة المسيح. أنا عايز أبقى زي يسوع، صح؟ صح؟ اللي أنت بتفكر فيه ده زي يسوع؟ يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. في الرحلة بتاعتنا ديت وصلنا لغاية الاستراتيجية اللي إبليس بيستخدمها، الإنسان العتيق والعالم، وقلنا في العالم في الترغيب والترهيب، وده موضوع الحلقة بتاعتنا ديت. يعني إيه الترهيب؟ يعني هو بيغريني بحاجة، التفاحة دي حلوة قوي، شهية للنظر، جيدة للأكل، ممتعة، بيغريني بشهوة، بيغريني بتعظم معيشة، بيغريني بكبرياء، بيغريني بأنه أعطيك ممالك الدنيا، بيغريني
إذا قلت لأ بيعمل إيه؟ بيخوفني. بيخوفني. وبيستخدم العالم عشان يخوفني، وبيستخدم نفسه عشان يخوفني. فسياسة الترغيب وسياسة الترهيب يضغط علينا بالخوف. خلي بالكم من الحكاية ديت، إن الخوف واحد من أكبر الأسلحة اللي إبليس بيستخدمها. من أكبر الأسلحة اللي إبليس بيستخدمها إنه يرهبك، يرعبك، يهددك، يخوفك فتخضع ليه، فتخضع ليه. خلينا نشوف مشهد وبعدين نتناقش في قضية الخوف دوت والسلاح اللي إبليس بيستخدمه، سلاح الضغط بالتخويف أو بالترهيب. مجدت المسيح. على فين يا سارة؟ أنا خارجة شوية يا بابا. طب تعالي يا بنتي، تعالي اقعدي معايا شوية، عايزة أقول لك على حاجة. خير يا بابا؟ أنت تعبان ولا حاجة؟ ولا تعبان ولا حاجة يا بنتي، بس بقالي يوم كامل قاعد لوحدي، فقلت تقعدي معايا ونحكي مع بعض. بس أنا لازم أخرج دلوقتي يا بابا، ولما أرجع نبقى نقعد نحكي مع بعضينا براحتنا. تروحي وترجعي إيه؟ أنت تقعدي معايا النهاردة وتبقي تخرجي في يوم تاني. ما ينفعش يا بابا، انا متضايقه ميعاد لاصحابي ولازم انزل اقابلهم دلوقتي. لا يا ساره، الدنيا دلوقتي يا ماما مبقاش فيها امان، السواقين اليومين دول بقوا طاشين، عربيه تيجي كده ولا كده تشيلك. ما تقلقش عليا يا بابا، انا بمشي جنب الرصيف. يا بنتي الحراميه والمجرمين، وانت عارفه اللي بيحصل للبنات في الشوارع، الدنيا مليانه اغتصاب دلوقتي. ربنا يستر بقى يا بابا، سيبني بقى انزل. انزل انزل يا ساره، افهمي الدنيا بقت ضلمه، الناس عايشين في غابه. يا سارة انا مش عارف انت لو نزلتي هترجعي تانية ولا لا. يا سارة انا عايزك تقعدي معايا، وعلى العموم براحتك، عايزه تنزلي انزلي. ايه راينا في اللي شفناه دوت؟ ايه مين عنده تعليق او رد فعل؟ ايوه، حتى لو هي كان عندها الدافع انها تنزل وهتتحرك، هو بوظها في الاخر، يعني هو لبسها في الحيط، يعني نزلها ركاب، يعني حتى هتنزل ركابها لابسه في الحيط، يعني بتتخبط في بعض، يعني مش يعني هتنزل ازاي؟ طب انزلي بقى وشوف اللي هيحصل لك. فلا كده دمرت، مش هتعمل حاجه. انا شايف انه عامل مشكلتين كبار قوي، هو خوفها من العالم بره، وفي الاخر خوفها منه هو شخصيا. لما قال لها عايز تنزلي يبقى انزلي، فكده معناه ان ممكن تفكر ان هو نفسه ممكن يأذيها لو نزلت. ده ما بقاش امان بره وما بقاش امان جوه، فبقى دي مصيبتين اساسا. وهو فعلا هو مش حاسس بامان اساسا، ما فيش امان خالص، هو نقل لها خوفه. كان هقول كده ان هو مرعوب، فهو كان عايز يحسسها بحاجتين، تخاف، تاني حاجه انه يحسسها بالذنب، لو سابته لازم تحسي بالذنب لاي سبب يعني، فهو سابها مرعوبه وشعره بالذنب. قلت خلاص قال اوكي. مين تاني عنده انطباع؟ ايوه حسن، الموضوع مش بالسوق دوت قوي، مش قبيح قوي كده، بس هو عشان كان ليه حاجه واحده، كان عايز ان حد يقعد معاه، لان بقاله كام يوم قاعد في البيت لوحده، فكان كل مصلحته ان هي تقعد معاه، فعمل لها فيلم كامل كده وتتسوقي وتتخطفي وحاجات كده كتير عشان يقعدها، بس عشان يشيلها، عشان هدفه الوحيد ان هي تقعد، بس بطريقه ايه مش مشكله. الاول جابها بان اقعدي معايا وما تسيبنيش وكده، لما لقاها مش وافقه خلاص لا هيجالك كذا وكذا وكذا. في الاول استخدم الترغيب، ترغيب اذا ما نفعش الترهيب. ايوه اتفضل. انا حاسس ان هو اناني جدا، هو بيفكر جداً. في نفسه جدا جدا هو بيفكر في نفسه بس، ومستعد يعمل اي حاجه حتى لو هتتعب اللي قدامه عشان يحقق اللي هو عايزه. انا عايز اقول حاجه، بس اول لما سمعت الخوف حسيت يعني السكتش اللي اتفرجنا عليه ده، حاسس ان هو حاجه ضعيفه قوي قوي بالنسبه اللي انا حسيت بيه. يعني حاسس ان الخوف ده انا احط مستقبل هخاف منه، احط جامعه مش عارف ادخل ايه، احط خايف يعني حاسس ان هي حاجه صعبه قوي ان انا اخاف، لاني في تحديات كبيره قوي في حياتي صعبه رهيبه، لازم اخاف
كل ما اسمع مستقبلي ايه اللي هيحصل فيه، حياتي شركة حياتي ممكن يعني هتعمل فيك ايه، حاسس انها هتبهدل بصراحه. فحاسس ان الخوف انت عندك سكتش تاني يعني. يعني لا مش سكتش، بس حاسس ان الخوف حاجه كبيره قوي، وسلاح ضخم قوي، وحاجه مش سهله صح. يعني لان في تحديات اكبر بكتير قوي من تخيلاتنا. صح. حد عنده تعليق هنا عن اللي سمعناه؟ حد عنده حاجه الناحيه دي؟ سايلنت اتفضلي، قالوا كل حاجه اتفضلي. الخوف اكبر مرض معدي بسرعه، ومعدي الخوف بسرعه. الخوف مرض معدي صح؟ صح. بينتقل باللمس ولا بالنفس؟ لا هو نقل حالته النفسيه المليانه خوف، نقلها في بنته. الخوف مرض معدي جدا، ده صحيح. اتفضلي. الانسان لما بيبقى بعيد عن ربنا ومش حاطط عينه عليه فلازم يخاف، فهو مش حاطط عينه على ربنا، لكن هو لو حاطط ربنا وعارف ان كويس ان هو يعني بنته دي في ايد ربنا، ربنا هيحميها حتى لو كانت فين. انت بتعالجي كويس قوي. انا بقول تعليقي انا. طيب خلينا ارجوكوا، الانطباع ده جميل قوي. الخوف حاجة كبيرة قوي 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 قوي، وبكل أسف موجود جوا ناس كتير. الخوف سلطان مهول، إبليس بيستخدمه عشان يحركنا بالريموت كنترول، وده عكس خالص الكلام عن الملكوت. في الملكوت سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، لا خوف في المحبة. المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. فربنا ما بيستخدمش سلاح الخوف ده. احنا في الوعظ احيانا بنستخدمه شوية كده، هتروح في 60 داهية يا رب، يعني هنشويك، هتتشوي بالنار، هيدخل الصرصور المحمي هنا ويطلعه ويقعد يقليك، وبعدين يشويك، وبعدين يعملك كفتة. احنا في حياه يعني في وعظات المسيح ما سمعناش الاسلوب ده، مش كده؟ ابليس بيستخدم الخوف، بيستخدمه ازاي؟ خلي بالكم من الثلاث محاور دول. جزء من الاحداث الاليمه اللي بتمر علينا والتجارب الماديه، ابليس بيخوفنا منه. فتلاقي مؤمن مثلا ابتدى يخدم وابتدى مش عارف ايه، وبعدين طخ طخ كم خبطه كده، يروح كش وراجع يقول لك لا يا عم انا مش قد ال، بس يقول هتعمل فتك بقى وهتعمل لي خادم وهتبقى مش عارف، لا 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 هوريك، يروح راجع لورا على طول. انا شفت خدام بيسيبوا خدمتهم بسبب ضرب او اتنين. فإبليس بيخوفنا من خلال الظروف والأحداث والتجارب المادية الأليمة اللي ممكن نكتاز بيها، عشان يقول لي أنا أقدر أذيك. أو بيستخدم الآخرين بأنه أتهدد بالرفض من المجتمع، أتهدد بالرفض، وده بالذات مع الشباب، مش كده؟ هتمشي بقى مظبوط وتعمل لي إيه؟ شلتك هتعمل فيك إيه؟ هتتري عليك، هتسخر منك، هتسيبك، هتلفظك، هتبقى لوحدك. فده تهديد، وبكل اسف ناس كتير بتستسلم لهذا التهديد. لا انا ما اقدرش على كده، اللي بيسموه البير بريشر، تاثير المجموعه، تاثير الجماعه. يا من مؤمنين اتنزلوا كومبرومايز المبادئ والقيم بتاعتهم من اجل التهديد بالرفض من المجتمع اللي بيعيشوا فيه. أنا عايز الناس تقبلني، أنا عايز الناس تحترمني، أنا عايز الناس تقدرني، بس أنا عايش حاجة غيرهم. فمن أجل التقدير، من أجل القبول بتاع الآخرين، أنا بتنازل وبعمل اللي إبليس عايزه، بعمل اللي الناس عايزاه. فإبليس بيستخدم المجتمع، عايز المجتمع يقبلك خليك زيه، هتبقى مختلف عنه هيرفضك. خوف. أو الخوف من الاضطهاد. هنا الناس رفضتني، لكن ده فيه تخويف أكتر، مش كده؟ وده اللي حصل مع الكنيسة الأولى. الأب يقوم على ابنه، الكنة تقوم على حماتها، مش كده؟ لما شخص
من عائلة غير مسيحية في الماضي بيقبل المسيح، عيلته هتعمل في ايه؟ المجتمع هيعمل في ايه؟ فمرات الدولة الرومانية عملت ايه في المؤمنين؟ كانت بترميهم للأسود واحد ورا التاني، ترميهم للزيت المغلي واحد ورا التاني. تهديد رهيب بقى، ده مش هزار، ده مش بقى الناس مش هتصاحبك لا ده احنا هنعمل ايه؟ احنا هنتبعك، هنتبعك. ابليس سلاح الخوف استخدمه عبر كل العصور بكل اشكاله، اما بان يضربك باوجاع والام عشان تخاف منه، او ان المجتمع يلفظك، او ان يبقى فيه تهديد حقيقي على حياتك بالاضطهاد. والاضطهاد خلص، الإحصائيات بتقول إن في القرن العشرين عدد الذين ماتوا من أجل المسيح، استشهدوا من أجل المسيح في بلاد العالم، وبلاد كتيرة بتضطهد الإيمان المسيحي، بعضها بلاد شيوعية وبعضها بلاد مهم. عدد الذين ماتوا في القرن العشرين ربما يكون أكبر من عدد جميع الذين ماتوا من أجل المسيح في 19 القرن اللي قبله. فلذلك بيستخدم نفس السلاح، انا عايز يخوفني. ماتوا استشهدوا، ماتوا قتلا من اجل ايمان المسيح في القرن العشرين. عدد الشهداء الذين ماتوا من اجل المسيح في القرن العشرين يفوق عدد الشهداء الذين ماتوا اجماليا في 19 القرن الماضيه. فهو بيستخدم نفس السلاح، انه عايز يخوفنا، لاني لو خفت منه هسمع كلامه، لو خفت منه هسمع كلامه. قسيس جازرنا مشهور قوي، قضى في السجن 19 سنة متتالية مسجون من اجل ايمانه بالمسيح، وقضى 19 سنة دي أغلبها في زنزانة منفردة لوحده، بيبقى في الزنزانة كده، وبعد الزنازل ما تقدرش تنام، بتبقى يا تقعد يا تقف، لكن المساحة ما تسعلكش إنك تنام، وفي بعض الأحيان بيبقى الزنزانة دي نفسها هي اللي بتعمل فيها قضاء الحاجة بتاعك. فالراجل ده شاف من التعذيب ما يفوق الخيال، واتكتبت عنه كتب شخصية كبيرة قوي. فلما جاي يزورنا كان بالنسبة لنا ده يعني قديس معاصر، حد ليه قيمة كبيرة جدا في العالم المسيحي. القسيس منيس قال له علمني درس، قال له عايز أتعلم منك، علمني درس. فقال له لو خفت منهم هتترعب، لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. وده الكلمات اللي قالها ربنا لمين؟ لأرميا وهو مضطهد من شعبه وهو نبي لشعبه. وده اللي حصل مع الشخص دوت من شعبه ومن أمته. فقال له لا ترتع من وجوههم وإلا لا تخف وإلا سترتاع، هتتهزم فما تخافش. فالقسيس منيس قال له متهيأ لي أنا اتعلمت الدرس دوت، متهيأ لي أنا اتعلمته، قول لي واحد تاني. قال له التاني إذا أنت ما خفتش منهم هم هيخافوا منك. قال له ده جديد، إذا أنت خفت من إبليس هترتاع منه، إذا أنت ما خفتش من إبليس هو هيخاف منك، لأنه عارف أن سلطتك أعلى من سلطته. إذا أنت خفت منه هتبقى تحت سلطته، إذا أنت ما خفتش منه هتبقى أنت أعلى من سلطته. احنا مش بنتعامل مع الخوف انه حاجه خطيره كده، احنا بنسمح له يعيش جوانا، احنا بنسمح له يدخل لنا، احنا بنسمح له يتملكنا فبيسيطر علينا، فبنعمل حاجات كتير غلط عشان خايفين. مش ممكن تبقى خايف وتعمل الصح، لو خايف هتعمل الغلط، هتعمل غلط هيحرك بالريموت. لو نزعت الخوف من قلبك وقلت ماذا يصنع بي إنسان، ماذا يصنع بي إنسان، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد،
ماذا يصنع بي إنسان؟ الذي معي أقوى من الذي علي، الذي في أعظم من الذي في العالم، إبليس مش كده؟ الله بيحبني ومات لأجلي ووديعتي في يده، ماذا يصنع بي إنسان؟ مظبوط كده؟ الخوف هيخرج من حياتك، الخوف هيخرج من قلبك، سلطان العالم عليك أنه بيخوفك مش هيبقى موجود. بيقول بطرس كده، أما خوفهم فلا تخافوه، بل قدسوا رب الإله في قلوبكم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. أنا مش خايف. الناس هتقول لي أنت إزاي مش خايف؟ هقول له عشان عندي رجاء، أنا عندي رجاء. عدم خوفي هيخلي الناس تيجي تسألني، خوفي هيخليني أعمل للناس عايزاه، عدم خوفي هيخلي الناس تيجي تسألني أنت إزاي مختلف؟ أنت إزاي قبلت إن الشلة تسيبك؟ إزاي قدمت التحدي كلها؟ هتلاقي الشلة دي واحد ورا التاني جاي وراك يدور على ربنا اللي فيك. أحكي حكاية قديمة قوي حصلت معايا. أنا كنت عايش في مدينة في الصعيد، كنت عايش في المنيا، واتنقلنا بعد الحرب 67 للقاهرة. فروحت دخلت المدرسة، كانت المدرسة ابتدت يعني، دخلت أولى ثانوي في المنيا، وبعدين اتنقلنا بعد كام يوم. فروحت المدرسة معرفهاش، معرفش حد فيها خالص في القاهرة. دخلت الفصل بعد ما كان الفصل ابتدى والدراسة ابتدت، فمعرفش ولا بني آدم موجود، غريب تماما عن المجتمع ده اللي أنا دخلت فيه. مدينة جديدة، مدرسة جديدة، ناس كلهم بالنسبة لي جداد. بطبع الحال بيبقى في حد جنبي وحد ورايا وحد مش عارف ايه، ولخ في اول امتحان بتاع شهر مش عارف ولا بتاع ايه، فطبعا الناس متعودة تتعاون. فالتعاون ابتدى يشتغل، وبعدين ابتدوا يقولوا لي ها عارف اجابة السؤال دوت، فبصيت وسكت، انا مش متعود اتعاون في الامتحانات. فقلت نهاري مش فايت يعني، هطلع يعني مش كده يعني نهاري مش فايت. فطلع الامتحان، انت ازاي مش بتتعاون معانا وانت اناني وانت مش ايه بتاع. قلت لهم انا عندي مبادئ في الحياه، مبادئ في الحياه نتعاون قبل الامتحان لكن مش اثناء الامتحان. فانا لا بغش ولا بغشش، انا ده مبدا في الحياه، لان ده مبدئي انا في الحياه، ان قبل الامتحان اذاكر لك واشرح لك واساعدك واعمل لك اللي انت عايز. اثناء الامتحان ده يعني ده ضد مبادئي في الحياه، اكيد هتعزل، اكيد هترفض، اكيد الناس ديت مش هتعزني، اكيد انا هبقى هقضي السنه دي لوحدي لوحدي. وتخيل انت في مدرسه اولى ثانوي، شعورك انك لوحدك ومرفوض من المجتمع ده هيبقى شكله ايه. جينا نروح في الشارع، فابتدينا نمشي في الشارع مستنيين نروح الاتوبيس عشان نركبه. فطبعا الولاد يعني بيعكسوا اي بنت معديه، طبعا بيبدوا الاعجاب بالرفيعه وبالتخينه، يعني كل واحد بيرمي له كلام. فروحت انا واقف كده في السكه، قلت لهم اتفضلوا، قالوا لي ايه؟ قلت لهم انا من ضمن مبادئي برضو اننا ما نعكسش في الشارع البنات، يعني عايزين تعكسوا اتفضلوا، وانا يعني همشي وراكم واروح لمحطه الاتوبيس. نهاري مش فايت مش كده؟ يعني انا لا هتعاون في الامتحان ولا هتعاون في الشارع، فأنا راجل غير متعاون على الإطلاق. أكمل بقية الحكاية. لدهشتي إن بالوقت بصيت لقيت أنا أمين سر الناس، اللي عنده سر بيجي يحكولي أنا، اللي عنده مشكلة بيدور علي أنا، إن بطلوا في الامتحانات يطلبوا إن أنا أساعدهم، لكن قبل الامتحان بيطلبوا إن يشرح لهم. وبصيت لقيت بعد شوية ان المكان اللي انا واقف فيه في الطابور بيتحول من اتنين الى مجموعة، ان الناس عايزة تقف معايا في الطابور، وان لما واحد بيشتم التاني قدامي بيعتذر لي، بقول له حبيبي انت مش شتمتنيش انا، بيقول لي انا عارف انك ما بتحبش الشتيمة، فما حبتش اجرح مشاعرك، انا بتخضيت كده تجرح مشاعري. دي الحقيقة. إذا أنا ما خفتش من الناس ترفضني، إذا أنا عشت اللي أنا مؤمن بيه بس في كله، مش بس أغش ولا ما أغشش، عاكس ولا ما عاكسش، أشتم ولا ما أشتمش، أكدب ولا ما أكدبش، أحلف ولا ما أحلفش، إني أنا عندي مبادئ بعيشها كلها على بعضها،
هي حته واحده في الاخر فهموا ان الراجل ده مش اناني، مش عايز يغشش، الراجل ده عنده ايه؟ مبادئ. ده عايش اللي مؤمن بيه، ده اسلوب حياته كده. على اخر السنه اللي قاعد جنبي كان بيجي معايا الكنيسه، ومش اقول لكم اسمه ايه. اذا انا خفت من الناس هعمل اللي هم عايزينه، اذا انا ما خفتش الناس هتيجي تسالني عن سبب الرجاء اللي فيا. في قلبك خوف؟ خايف من رفض الناس؟ خايف من عقاب الناس؟ خايف من عقاب إبليس؟ أرجو إن القضية دي بتاعت الخوف إنك ما تاخدهاش بطريقة سطحية. ده سلاح رهيب إبليس بيستخدمه. ولو أنت ما خفتش هو هيعمل لك ألف حساب. أنت هزمت الخوف، أنت خطر عليه، وعرف إن التهديدات ما بتجيبش نتيجة معاك. التهديدات ما بتجيبش نتيجة معاك. أرجو أكون واضح. أنا عندي قصص كتيرة ما تتحكيش، بس تقول لي بقوله ده حقيقي جدا، أكثر مما نتصور وأكثر مما نفتكر. أنا واضح؟ في سؤال في الحتة ديت؟ لو أنا اتربيت في بيت يعني طلعوني من وأنا طفلة صغيرة إني على الخوف، وده خلاص دي بقت طبيعة أن أنا مثلا ما انزلش مثلا من الدنيا ضلمة، ما انزلش تحت، خايفة من المستقبل، لا فكري في المستقبل، فكري لو أنا متجوزة ومعايا أولاد بخاف على أولادي وأنا مؤمنة، هل ده يعني ده بيعصر يعني ده بيخلي يضعفني كشخصية مؤمنة أو كخادمة؟ طبعا بيأثر فيا كخادمة في الكنيسة؟ طبعا، وبيعدي اللي حواليا. بيعديهم ازاي؟ من زي ما قلنا الخوف معدي، ولادي هيطلعوا كده. ان الخوف جزء من حياتنا، ده مش معناه التهور، ده معناه انا مش هنزل بالليل في حته مقطوعه لوحدي واتمشى وانا بنت، صح؟ في فرق ما بين الخوف، فرق ما بين الحكمه في التصرف، مش كده؟ في فرق اني بتصرف لاني خايف، فرق ما اتصرف لاني حكيم. لكن لو جوايا خوف ودايما خايفه ودايما ولادي مش عارف ايه ودايما متوقع ان هيحصل حاجه مصيبه ودايما مش عارف ايه واعمل حساب لكل حاجه لان في حاجه وحشه هتحصل، انا عبد للخوف، انا اسير ابليس. الخوف سلاح شيطاني، بدي لابليس سلطان بيه على حياتي. لازم انتهره. المحبه الكامله تعمل ايه؟ تطرح الخوف الى خارج. لما بحب ربنا من كل قلبي الخوف اللي جوايا بيحصل له ايه؟ بح بح. لما بترمي في حضن ابويا السماوي وتعلق في رقبته كده الخوف اللي جوايا بيحصل له ايه؟ بيروح. الرب رعيا فلا يعوزني شيء، اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لان شجيع السيمه، لا لان الرب ايه؟ رعية معي، عصاه وعكازه. أنا مش خايف عشان هو معايا، مش عشان أنا قوي. أنا مش خايف بسبب هو مين، مش بسبب أنا مين. أنا مش خايف بسبب هو مين، مش بسبب أنا مين. أرجو أكون جاوبت. سؤال تاني في الحتة دي. في حاجة كنت عايزة أعرفها. دلوقتي أنا مثلا بشتغل في شغلنا. أوكي. فأنا في حتة إنه أقول الحقيقة، وده ممكن يبقى لي تكاليفه، أو أخاف وما أقولش الحقيقة علشان الدنيا تمشي.
ده سؤال جميل جدا. الأسهل إن أنا أخاف. ده سؤال جميل جدا. عايزة أمشي الدنيا. ده سؤال جميل. أنا سكرتيرة أو أنا بشتغل مع مدير وبعدين المدير طلب مني إني أكذب. قولي له مش موجود. اكتبي مش عارف إيه صح كده؟ لو أنا رفضت أعمل الغلط التهديد بإني حصل إيه؟ هترفض. مظبوط؟ فأنا خوفة من إني أترفض، خوفة من العقاب، بعمل الإيه؟ الغلط. بيحصل؟ بيحصل. طبعا في قصتك مش عارف انا لو قلت الحقيقه هتاذي انا، هل انا مطالب اني اقول الحقيقه ولا لا؟ مش دايما انا مطالب اقول الحقيقه. فاهم قصدي؟ لو انا لازم اقول الحقيقه او مطالب اقول الحقيقه او قلت مش الحقيقه يبقى انا كدبت، فانا الخوف خلاني اعمل ايه؟ اكدب. كارثه، مصيبه، وده اللي بنقوله. انا بخاف من العقاب، انا بخاف من التهديد، انا بخاف من الكونسيكونس بتاعت الصح، لاني عايش في مجتمع فاسد، فلو عشت الصح المجتمع ده بيعمل ايه؟ بيعاقبني. فانا خوفا من العقاب بتاع الصح بعمل الايه؟ الغلط. انا اتهزمت، انا اتهزمت. لكن لو جيت قلت للمدير انا هعمل الصح واعمل الصح ومش هقدر اعمل غير الصح، اقعد ولا استقيل؟ احيانا هيقول لي اه استقيل امشي، واحيان كتيره هيقول لي انا ما عنديش حد امين كده في الشركه، مش هطلب منك تعمل الغلط بس انا همسكك الحاجات اللي عايزه امانه. لما بكون بشتغل في مصلحة ملهاش صاحب هترفض أكيد، لكن لما بشتغل في مكانة ليها صاحب، الصاحب ده بيدور على الأقل على واحد أو اتنين يبقوا أمنة، ما بيلاقيهمش. لما بيلاقي واحد أمين مستعد يستقيل عشان يعيش الصح هيعينه في أعلى المناصب. ودي ميزة الفري ماركت، إن المجتمع الحر اللي فيه رأس المال للفرد مش لنوبادي، إن اللي عنده قيم ومبادئ فرصته إنه ينجح أعلى أعلى، لأن في كل مكان الناس بتدور على واحد أمين. لسه واحد صاحبنا عنده أجزخانات، وأجزخانات أجزخانتين وبتاع، بص لقى ديون 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 ديون، بص لقى الناس اللي هو مديهم الأجزخانات دول سرقوه، سرقوه. أغلى عملة النهاردة، أغلى عملة هي الأمانة. زمان كان المسيحيين معروفين كده، ما بقاش. كانوا مسكين البنوك، كانوا مسكين الخزائن، كانوا مسكين الحسابات، لأنه معروفين بالأمانة. بكل أسف ما بقوش. فلما بلاقي واحد من النوع ده مستعد يترفض لأنه أمين، ده أنا هديله مهية بضعف. خليني أعتبر ده في الشركات. أوكي؟ أيوة. لو أنا في ببيع في حاجة ماشي، فانا علشان اسوق الحاجه دي انا محتاجه اقول حاجات علشان اقدر ابيعها. اقول حاجات كدب يعني؟ اه علشان ابيع. مش هشتغل الشغلانه دي. مفيش شغلانات كويسه قوي، مثلا في صلاه القمار شغلانات كويسه جدا وإرادة كويس قوي. في شغلانات كتير يا جماعه غلط. ما انت لو اشتغلتي تاجره مخدرات تكسبك ذهب كده، ولو اشتغلتي رقاصة يعني ايه؟ ايه؟ اه ما فيهاش كدب. اه الحاجة مهمة جدا، الشعب في القديم كان جزء من الثقافة بتاعته ان كل واحد يتعلم مهارة يدوية. زي المسيح كان ايه؟ نجار. بولس كان ايه؟ صانع خيام، مع انه هو فيلسوف معاه ماجستير، وكان يمكن خد الدكتوراه او لا ما نعرفش، لكن كان بيتعلم مهنة يدوية يقدر بيها ياكل عيش تحت اي ظرف من الايه؟ من الظروف، وبالحلال. يقدر دايما منتج، يقدر دايما الناس لازم تجيله لانه عنده حاجه الناس ما عندهاش منه. ليه الكنيسه عندنا ابتكرت مشروعات ودخلت فيها وعملت استثمارات، مش مشروعات اقتصاديه، زي مثلا علاج المدمنين،
زي مثلا المخيمات الرياضية، زي مثلا علاج الابيوزد اللي هم المعتدى عليهم جنسيا، زي وهكذا، زي المستشفى. ليه؟ لان نعمل حاجات المجتمع محتاج لها، وبنعملها بمستوى ما حدش تاني هيعملها بالامانه وبالاخلاص دي، وهيضحي التضحيات ديت. فيبقى المجتمع دايما مضطر يعمل ايه؟ يجي لي وانا اللي افرض قيمي، الشرف والامانه والعطاء والتضحيه والمحبه والاخلاص والوفاء، مش هو اللي يفرض قيمه عليا. اما خوفهم فلا تخافوا، قدسوا الرب الاله في قلوبكم، كراون جيسس، ملكوا الرب على قلوبكم، عيشوا الملكوت، ما تخافوش من تهديداتهم. واللي يحصل يحصل، هم هيجي لكم يسالونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. كان في يوم من الايام وقفوني شويه شباب كده في الشارع وبيسالوني اسئله في الدين يعني، كان الصبح بدري الساعة 6:30. فأنا طبعا لو أنا خفت منهم ما كنتش أقدر أجاوبهم على الأسئلة بتاعتهم. هم نفسهم اتهزوا وقالوا إحنا فعلا مش عارفين إحنا ديننا شكله إيه، إذا كنت أنت بتسألينا وبتجاوبين عن ديانتنا إحنا، فإزاي إحنا يعني إحنا مستاهلش إن إحنا نقف قدامك. أنا لو كنت خفت في الوقت دوت ما كنتش كلمتهم بالإجابة الصحيحة اللي أنا كنت المفروض أجاوبهم عليها، ما كنتش هم خافوا وتهزوا يعني. فده كان موقف حلو يعني. ايوه انا دلوقتي عندي مبادئ بس مش عارف اعيشها بسبب الخوف. ايوه ف ايه الخطوات المفروض اعملها علشان ما اخافش بقى يعني؟ ما انا عايزه ابقى جد. مش انا جاوبت هنا ولا لا؟ اقصد كل يعني اقصد كل الخطوات هتبقى روحيه، انا عليا دور يعني، انا كشخص عليا دور. انا هبقى مختلف. الخوف جوايا، الخوف مشكله جوايا، الخوف قيد جوايا، ابليس حطه جوايا، تربيت عليه، سمعته. المهم بقى فين جوايا؟ فين الخوف دلوقتي؟ جوايا. لازم يطلع منين؟ من جوايا. لو تصرفتي كانك مش خايفه وانت خايفه هيبان عليكي قوي، هيبقى منظرك وحش خالص. لازم الخوف يطلع منين؟ من جوه. لازم اعالج ده، لازم السهم اللي ابليس ضربني بيه ده ورابطني بيه يطلع من جوايا. والطريقة ان الخوف يطلع من جواي اني اتكمل في محبة الله، واني اصدق ان الذي معي اقوى من الذي علي، ان الذي في اعظم من الذي في العالم. طيب هبقى محتاج حد يساعدني يعني، مثلا اروح لحد قائد روحي او اي حد، ولا الحكايه دي تبقى عليا انا بس يعني؟ انا بس قائد روحي هيعمل لك ايه؟ هينفخ فيك يطلع الخوف؟ لا اقصد يعني مثلا يصلي معايا يساعدني، ولا انا بس والله اللي هنعمل الحكايه دي؟ يعني انت وربنا تقدري تعمليها، مش قادره هروح اصلي مع حد وانتهر الخوف اللي جوايا وتشدد بالرب. حتى يمكن تحتاجي مساعده، لكن تقدري انت وربنا تعمليها، مش كده؟ سؤال مهم قوي. ايوه اتفضل. انت في السؤال ده لما جاوبت قلت ان الخوف بيبقى جوايا. ايوه. طب هل في حاجه اسمها روح خوف؟ يعني روح شيطانيه ممكن تقيد الانسان او تسود عليه، تملاه بالخوف، تملاه حياته بالخوف؟ احنا قلنا الحكايه دي في التجارب، مش كده؟ روح خوف، الله لم يعطنا روح الخوف، ففي روح خوف، بس مش معناه اني ملبوس بروح اسمه الخوف. الارواح يقول لك ليها اسماء، هنتكلم على الحكايه دي بالتفصيل، لكن معناه ابليس زرع جوايا الخوف ده، احساس غامرني ومسيطر علي، قيد من الخوف، فانا محتاج انتهره وانتصر عليه. فممكن الخوف ده يكون معنوي، وممكن الخوف ده يبقى سهم ابليس ضربه بيه، يعني تجربه نشبت جوايا زي ما كنا بنقول في التجارب النفسيه. ايوه انا مهتم بالموضوع ده، عشان كده مديله وقت. احنا كان المفروض نخلص الحلقه دي من بدري، بس واضح ان القضيه دي قضيه خطيره جدا. اتفضلي. يعني معايا انا شخصيا موضوع الخوف ده مشيت فيه مشوار طويل ربنا وشفاء النفس وقصه وعبال، فلو انا يعني حاسه انه وابتديت انتصر عليه وربنا دخلني في حاجات عشان ما اخافش من الناس ومنه كده، وبعدين لما حاجه بتتكلم ابتديت ادور على نفسي، وما انا دلوقتي بخاف مني، انا مش خايفه من الموت، مش خايفه من اتاخد فيه، مش خايفه من كل ده، لكن فوجئت بحاجه دايما بفكر فيها، ان انا بخاف على اولادي. اوكي، فانا عايز اعرف هل خوفنا احنا كمؤمنين او اولاد ربنا
يعني انه ولادنا مش هيبقوا للمسيح، او ان هم ابليس هيحطهم في كده، او انهم لو نزلوا هيحصل لهم كذا. هل الخوف اللي جواه حتى مش بعلنه ليهم، يعني مش بحرمهم من الخروج او كده، بس هو خوف جوايا، هل ده بيدي لابليس حق عليهم او بيعطل اي حاجه؟ هل خوفي عليهم ده بيعمل حاجه فيهم كاولادي كانا ماما؟ يعني الخوف ده اللي هو الخوف الطبيعي اللي هو الحرص على اولادي، ولا بتكلمي عن خوف؟ لا خوف بجد. اوكي خوف بجد. انا بدي ابليس عليا سلطان مش عليهم. مش عليهم. وبعدين خلي بالكم من الحكايه ديت، احنا ليه بنخاف على اولادنا مرات اكتر مننا؟ لاننا بنمتلك اولادنا. حاسين هم حته مننا احنا بنمتلكها، وده احساس خطير جدا، بيخلي العلاقه اللي بيني وولادي مريضه، بيخلي علاقتي بيهم مريضه، لاني امتلكتهم. هما مش اشياء امتلكها. انا بمتلك زوجي، زوجي بيمتلكني، فالزواج ملكيه مشتركه، البنويه مش ملكيه، مش عهد. الزواج عهد لكن البنويه مش عهد. ولادي وديعه عندي مش ملكي. وديعة في فيلم جميل قوي، كرتون ديزني، فيل مش بيخلف، وبعدين مش عارف صلى حاجة زي كده، وبعدين السماء بعتت له فيل بيبي ونزل بباراشوت كده، وبعدين طلع الفيل الهدية ده ودانه، وبعدين طلع في الآخر بيطير. قصة كده مش عارف تعرفوها ولا لا. اللي عجبني في الفيلم فكرة ان الطفل ده هدية من السماء، ومش هدية، وديعة. ان ربنا بيجيب حاجه كده ويحطها عندي يقول ايه؟ خلي بالك من دي، ربيها لي. مش ملكي، بتاعت ربنا، بتاعت ربنا. ملكي يبقى انا المسؤول احافظ عليها، مش كده؟ صعب قوي احافظ على انسان، صعب جدا، لان عنده حريه وبيروح وبيجي وبيختار لنفسه. فانا عايز اتحكم في حريته عشان ابقى مسؤول عنه. لا، دي علاقه مريضه. غير لما اقول يا رب دول بتوعك، مش بتوعي. انا هعمل دوري ناحيتهم، وانت هتعمل دوري، حاجتك انت، فانت اللي هتخلي بالك منهم مش انا. انا هعمل دوري اني احب واني ارعى واني اربي واني اعلم، فهماني؟ واني اوكل واني اشرب واني احمي واني انصح، لكن مش ملكي. they are not mine. فده بينزع الخوف من جوايا. عزيزي المشاهد، احبائي، اشكركم عشان هذه الحلقه. احنا ادينا حلقة كاملة للخوف، لان واضح ان ده واحدة من العيب ابليس الكبيرة اللي قيدتنا وحرمتنا نعيش ملء القوة والنصرة اللي ربنا دعانا اليها. الى ان نلتقي في حلقة جديدة، ربنا يحفظك تلميذ للمسيح. امين. مجدت المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها كشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسي دي هات، الدي في دي هات هاي كواليتي، موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها، وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا معك.